قال بعض السلف: ما ابتدى أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى معلقا على هذا قال: فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، بل ويبغض إظهارها وإعلانها، ويبغض التحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية.